بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في لقاء يتجدد بحضراتكم ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، ونحن في هذا الشهر الفضيل المبارك تكثر الأعمال الخيرية والأعمال التي يسعى لها المسلمون في كل مكان، ومن ذلك الأعمال الصدقة في شهر رمضان المبارك. فضل الصدقة في شهر رمضان المبارك وتخصيص هذا الشهر بهذه الفضيلة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالصدقة مستحبة في كل وقت وفيها أجر عظيم، والله جل وعلا أثنى على المتصدقين وعدهم بجزيل الأجر والثواب. قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والصدقة في رمضان لها زيادة فضل، لأن الأعمال تضاعف في رمضان، ولأن كثيرا من الصائمين قد لا يكون عندهم طعام، فإذا أطعمهم أعانهم على الصيام. وجاء في الحديث أن من فطر صائما فله مثل أجره. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على مذقة لبن. فلا شك في أن الصدقة في رمضان فيها مزيد أجر وفيها مزيد فضل، لشرف الزمان، ولأن الحاجة قد تشتد في رمضان عند الفقراء والمحتاجين. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أيضا من بعض المظاهر التي تتكرر في شهر رمضان المبارك ما يسمى بعشاء الوالدين، ما هو رأي فضيلتكم في ذلك؟ هذا من الصدقات. نعم. يعني عمل الطعام للفقراء هذا من الصدقات المستحبة، وهو في رمضان يزيد أجره على غيره من الشهور، فهو من إطعام الطعام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا من إطعام الطعام، والناس يعملونه في رمضان تحريا للأجر، ولأن الناس في رمضان يصومون يحتاجون إلى الطعام أكثر من غيره، فهذا عمل طيب. نعم. حفظكم الله. بالنسبة لحكم إهداء ثواب الأعمال للأموات، ما ورد به الدليل فإنه يهدى، مثل الدعاء للأموات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء يصل إلى الأموات،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، استغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات. فالدعاء يصل إلى الأموات إذا تقبله الله، كذلك الصدقة إذا تصدق عن الأموات بنية خالصة فإن ذلك ينفعهم ويصل ثوابه إليهم. وقد استفتى سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت ولم تتكلم، ولو تكلمت لتصدقت، قال أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فالصدقة إذا تقبلها الله فإنها تنفع الأموات، كذلك الحج والعمرة، حج عن أبيك واعتمر، فهذا ينفع الأموات بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم الحج والعمرة، في هذا الشهر الفضيل يرى بعض الناس تكرار العمرة أكثر من مرة وفي رحلة واحدة، كيف ترى ذلك فضيلة الشيخ؟ العمرة في رمضان فيها مزيد فضل. نعم. لا شك، قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة أو كحجة معي، ففيها فضل ولا بأس بتكرارها في رمضان، لأن هذا زيادة خير وزيادة أجر. لكن في وقتنا الحاضر لما كثر الزحام، كثرت المشقة، فلا ينبغي للإنسان أنه يزاحم لما في ذلك من الخطر والتضييق على الناس. فإذا أتى بعمرة واحدة إنها تكفي والحمد لله، وإذا ترتب على العمرة في رمضان تضييع ما هو أهم كإمام المسجد، يترك الإمامة ويروح يؤدي عمرة، هو ضيع ما هو أهم وهو إمامة المسجد. وكذلك الإنسان الذي له أولاد يحتاجون إلى مراقبة، يحتاجون إلى تربية، فيتركهم ويذهب، هذا ترك ما هو أهم، بقاؤه عند أولاده ورعايته لهم وتربيته لهم وضبطه لهم أفضل له من العمرة. نعم. وهل للموظف أن يأخذ إجازة من عمله ويذهب لأداء العمرة؟ إذا كان له حق وظيفي في هذه الإجازة فيجعلها في رمضان، لأن الموظف له إجازة في السنة، فإذا جعلها في رمضان وطلبها وهي حق له فلا بأس. أما أنه يأخذ إجازة من أجل العمرة فبقاؤه في عمله أحسن له من العمرة. نعم. وبعض الأئمة أيضا كما تفضلتم فضيلة الشيخ ينوب عنه بعض من في المسجد أو أحد الزملاء أو أصدقائه ويذهب للعمرة. الإمام لا ينوب إلا عند العذر وعند الحاجة، والعمرة ليست بعذر ولا حاجة، لأنها مشروعة في طول السنة، إذا أراد يعتمر يعتمر في غير شهر رمضان، وحاجة المسجد والناس إلى الإمام في رمضان أكثر من حاجتهم إليه في غير رمضان. يعني إذا اشتدت الحاجة يترك الناس ويذهب يدور الأجر، الأجر في بقائه. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إلى هنا أيها الأخوة الكرام، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم من أحكام الصيام مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.